وحول اجتماع محمد شيع السوداني وعرض برنامجه أمام عدد من نواب الإطار التنسيقي كمرشح لرئاسة الحكومة ورد الفعل المتوقع من الصدر في ظل دور الميليشيات إذا ما احتدم الصراع، ينضم إلينا في الأستوديو المتخصص في ملف الميليشيات الأستاذ عبد الرزاق الحيالي. مرحبا بك معنا سيد عبد الرزاق. أهلا ومرحبا أستاذ، تحياتي وسهلا فيك مشاهديك الكرام. كما يسعدني أن أرحب عبر سكايب من أمستردام بالصحفي العراقي السيد مظفر الخميسي، مرحبا بك معنا. مساء الخير، مرحبتين عليكم. مساء الخير كريم. أهلا بكم. اسمح لي أبدأ معك أستاذ عبد الرزاق، هذا الاجتماع مع عدد من نواب الإطار التنسيقي في هذا التوقيت مع يعني هذا المرشح لرئاسة الوزراء يبدو أنه يحمل رسالة من الإطار إلى التيار الصدري وإلى باقي الأطراف، ما هي؟ بالفعل هي رسالة ضعيفة. طبعا كانوا الحاضرين هم اللي تابعين لنور المالكي والعصائب والكتائب وشخص من اللي صعد على دماء التشرينيين تابع لتشرين. والحقيقة الكل يعرف أن يعني السوداني رجل يعني ورقة محترقة، يعني برزها نور المالكي يريد يضغط على مقتدى الصدر حتى يحصل على تنازلات. هم كل اللي طلب اليوم نور المالكي هو أن يعفوه ويعفون جماعته وهاي الميليشيات الولائية من الملاحقة القانونية للخراب والفساد والدمار، ولتعاون نور المالكي والإيرانيين بدخول داعش. هذا وهذا تقرير البرلمانيين اللي هو خطة أو يعني قدم نور المالكي هو المجرم الأول بدخول الدواعش. فاللي يقلق نور المالكي هو أنه لا يحاسب في الفترة القادمة. لذلك يسعى دائما هو يصر على السوداني، لأن السوداني هو بالأصل حزب دعوة، وطريقة الإيرانيين ويا الميليشيات الولائية ويا حزب الدعوة. المالكي شكل شخصيات دخلها في أحزاب أخرى أو اضطاها إعاز أنها تكون مستقلة، أو دخل حتى ويا التشرينيين شخصيات هو يدعمها حتى يخترق التشرينيين. وهاي خطة إيرانية دارسها نور المالكي، ومن هذا من خلال هاي العوامل وهذا الضغط على التيار وعلى باقي الأحزاب هو بس يريد يحصل على حصانة أنه ما يحاسبوا على الفساد والدمار والقتل اللي هو كان متسبب به بأيام حكومته وبعد أيام حكومته اللي تدري بها حضرتك دورتين كانت. واضح. أستاذ مظفر، هل تعتقد بأن الإطار من خلال هذه الرسالة سوف يعيد تجديد هذه الأزمة التي نوعا ما تراجعت نسبيا خلال الأيام الماضية خلال المسيرة الأربعينية؟ هل من الممكن للأزمة أن تتجدد بعد هذا اللقاء اليوم؟ مثل ما تفضل ضيفكم الكريم، أود أن أعقب أنه هم الآن الأخبار تتوارد عن زيارة وفد وساطة للحنانة لمقتدى الصدر، وما يفعله الآن الإطار بدفع السودان إلى الواجهة هو مجرد رفع سقف المطالب وبقاء المطالب من الطرفين حتى لما يجلسون على مائدة التفاوض راح كل طرف يحاول أنه يحصل على مكاسب أكثر. هم قد يكون أنه يلعبون على ورقة أنه الصدر بعظمة لسانه قال أنه لن يستعمل العنف وهو ضد العنف، وأنه لن يستخدم العمل السياسي، سيتحول إلى قائد شعبي. فهم قد يلعبون على هذه الورقة، لذلك أعتقد أنهم غير خائفين من تفاقم الأوضاع بعد الأربعينية. نعم. في المقابل الأستاذ عبد الرزاق، الصدر يؤيد التجديد للكاظمي رئيسا للحكومة، هل سيستبق الإطار الأحداث ويعقد جلسة لخارج البرلمان كما دار الحديث خلال الأيام الماضية ويصوت للسوداني وبالتالي يضع الجميع أمام يعني هذا الأمر؟ لا، التيار الصدري هو قوي إن كان بالبرلمان أو خارج البرلمان. ما سلم المقاعد 73 للإطار الفارسي إلا هو يعرف أنه هو قوي في الساحة. لذلك الإطار الفارسي اللي يترأس اليوم هو نور المالكي صعب يواجه التيار الصدري، لذلك ما أعتقد يقدر. يعني احنا قلنا لربما يعقد جلسة برلمان في المنطقة الفلانية في الشمال في كذا مكان،
لكن ما قدر الإطار الفارسي يخطو هاي الخطوة. إذا ما خطاها بالفترة ما أعتقد راح يقدر يخطوها بالفترة القادمة، لأن التيار الصدري تيار قوي ومصر وحازم، وحتى هو الأنية حتى يعني ينزل بتظاهرات التشرينية 11. فالإطار الفارسي مو بهاي القوة اللي يقدر يواجه الصدريين ويقدر يواجه الغربية أو يواجه الأكراد أو يواجه التحالفات الشعبية والسياسية والإقليمية والدولية، ما يقدر يواجه، لأنه هو في حالة ضعف الإطار الفارسي. ماذا تتوقع أن يكون رده؟ رد التيار الصدري. التيار الصدري، نعم. التيار الصدري قادر، أوراقه كثيرة، قادر، هو قوي بالشارع، يقدر يرجع مرة أخرى للبرلمان، يوقف البرلمان، يحتل البرلمان، يحرر المنطقة الخضراء، كلها قادر عليها. وإحنا كنا نعرف في تناغم من مصطفى الكاظمي، صحيح مصطفى الكاظمي يسعى إلى دورة أخرى، لذلك الكاظمي نشوفه هو دائما يهادن مع الإطار الفارسي، عدة ملفات كاملة على المجرمين والقتلة ومعترف يعني معترفين بها المجرمين، لكن ما ينفذها وما يرفعها للقانون حتى يقدر يحصل يعني رضا الإطار الفارسي. وأنا قبل فترة فاجأ منظمة بدر ودخل في مجلس الشورى مصطفى الكاظمي بعلم هذه العاملة، كانوا مجتمعين قبل يوم، ودخل إلى مجلس الشورى منظمة بدر وقال لهم أنا كذلك كنت وياكم، أنا مجاهد وكنت موجود بالشمال. طبعا هو كان بحزب الدعوة وراح إلى السويد وبعدها راح إلى بريطانيا، فكان يريد رضاهم ويقولهم شنو اللي أنتم محتاجي الشورى منظمة بدر. فاجأهم وأخذ منهم طلباتهم، كل هذا يريد ياخذ رضا الاطار الفارسي، ومنها هو يعرف ان مقتدى الصدر يعني رايده يبقى على الحكومه المقبله، نعم. لذلك رجل ينسق من اجل مصالحه مو مصالح الشعب، نعم. على الاطلاق. وهو سيد مظفر يدعو دائما القوى السياسيه الى لغه الحوار لانهاء هذه الازمه الحاليه، لكن السؤال الذي يدور، هل تعتقد بان الكاظمي الذي اصبح جزء من المشكله من الممكن ان يكون جزءا من الحل؟ الكاظمي بصراحة لم يكن يوما ما جزء من الحل، هو من اليوم الأول لتوليه المنصب كان جزء كبير من المشكلة. هو الرجل ضعيف الشخصية، منقاد، تبعي، يتحدث عن حل المشاكل بالحب وبالقبل، في حين أنه الميليشيات والسلاح المنفلت يفتك بالناس ويفتك بالعراق. لم يتخذ قرار يوما ما كان قرار صحيح، كل قراراته يتخذها مع بهرجة إعلامية وثاني يوم يتراجع عنها بالسر. بالحقيقة العراقيين لم يحصلوا على شيء غير مؤتمرات قمة تافهة فاشلة، مجرد دعاية إعلامية، مجرد بهرجة إعلامية. هو لم يكن يوما ما جزء من الحل، باقي المشكلة بالكاظمي. نعم. طيب، من ناحية أخرى العراقيون الذين تتصاعد مخاوفهم يوما بعد آخر، والخطوات التي قام بها الصدر قبل ذلك ثم انسحب من هذه العملية، ما هو دورهم الآن؟ ما الدور المنوط بالعراقيين والذي من الممكن أن يكون دورا فاعلا ومؤثرا في هذه الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد؟ نعم، المطلوب من الشعب العراقي ينزل إلى الشارع، يعني 11 تشرينين نازلين والصدريين نازلين. ونعم العراق اليوم بحاجة كل التيارات والأحزاب وكل الشخصيات تنتخب ضد الإطار الفارسي. والحقيقة هذا الإطار الفارسي يعني هو شنو المطلوب من عندنا؟ أنا أضطر أقول أنا أحد أفراد هذه الإطار الفارسي باعتباري أنا كنت موجود، أضطر دائما أقول هذا الكلام. المطلوب من عندنا الشعب العراقي شنو يريد؟ يريد إحنا يعني نشكل دولة؟ إحنا شغلنا خراب الدولة، أوامرنا من إيران إحنا نخرب الدولة. يريد منا نحكم البلد؟ إحنا ناس غير مهنيين، التاجر مالنا عنده محل فلافل، المثقف مالنا هو مو أكثر من معلم. أشير من يعني احنا نحمي الخزينة العراقية، يعني احنا نحمي صادرات وواردات ونفط العراق وخيرات العراق، ما احنا ناس شغلنا حرامية، احنا ميليشيات إيرانية حرامية. حانوت كان عندنا في كل سنة كان ينسرق هذا الحانوت بكرمانشاه، فاحنا غير مؤهلين. انتم تطلبون من عندنا شيء احنا مو من شغلنا، يعني احنا شغلنا الخراب،
شغلنا نخرب حكومتكم، ما بلادكم، ما نبني بلادكم، هاي اوامرنا، احنا ناس غير مؤهلين، انتم مطلوب من عندنا، ما لكم غير انه تنزلون للشارع وتحاسبون الاطار الفارسي. وانا دائما اقول هاي جرثومه تخلصوا من عندها الاطار الفارسي، لابد من النزول الى الشارع. اليوم احنا نواجه يعني زمن الموازين المقلوبه، يعني اليوم احنا قيس الخزعلي يترأسكم، قيس الخزعلي اللي كان يلزق الفلوس عند السيد محمد صادق الصدر، او كان مثلا تشايتش عند هذا اللي يحكمكم، او ينترك مثلا الدكتور اسماعيل مصبح الوائل اللي هو معتمد السيد محمد صادق الصدر، اللي هو امين على عائله السيد محمد صادق الصدر، اللي هو مجتهد بالعقائد. هذا كله جاي يصير موازين مقلوبه. كيف يرضى الشعب العراقي اليوم يحكمه اطار فارسي خلص عمره هو يقاتل العراقيين؟ كل هذا الاطار الفارسي كنا نقاتل العراقيين ونأسر العراقيين ونسلمهم للايرانيين، وهذا الوضع صار يعني واضح امام الشعب العراقي، بالدليل الواضح بالفيديوهات حتى المعارك احنا نشرناها للشعب العراقي. انت كيف تطلب من ناس قاتلتك من ويعدوا ايراني فارسي عدو للعراق تقليدي؟ فما لك غير انت تنزل للشارع، ما لك غير تخلص ابنائك، باكر مستقبل ابنائك، انت ابنائك تريد تدرسهم وتعلمهم، واللي يحكموك اميه ناس غير مؤهله، انت تريد يحمي امنك ضابط عراقي مهني وهي كلها دمج ابتدائيه ورواتبهم عقيد وعميد ولواء وفريق؟ ما ممكن، لابد من وقفة للشعب العراقي، وما أمام الشعب العراقي إلا أن يتخلص من هذا الإطار. والحقائق كثيرة تكلمنا بها في كل مكان، وما زلنا إحنا من خلال قناتكم المباركة قناة الرافدين نبقى نتكلم ونقول ما للشعب العراقي إلا أن يتكاتفوا الجميع، التشرينيين والصدريين والمدنيين والشيوعيين، كل الشعب المقاطعين ينزلون ويتخلصون من هذا الإطار الفارسي اللي طالب رقاب الجميع. نعم أستاذ مظفر، يعني اتصالا بما كنا نناقشه يعني قبل سؤالنا عن موقف الشعب العراقي وماذا يمكن أن يفعل، قائد بميليشيا السرايا صرح بأنه مستعد لحسم أي أمر طارئ وبسرعة فائقة، وقال لدينا قوة عسكرية وعقائدية كبيرة. هل يمكن أن تتطور الأمور بهذا الشكل، أم أنه تصريح من ضمن تصريحات كثيرة سمعناها مؤخرا؟ والسؤال الآن، أين كان هذا القائد وجماعته وميليشياته لما انقتلوا تيار الصدر، انقتلوا بدم بارد أمام عيونهم؟ أين كانوا؟ ليش كانوا يتفرجون على 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 الموقف؟ هذه يعني مجرد دعايه اعلاميه، مجرد مناكفه سياسيه مع الطرف الثاني، انهم جاهزين وانهم مستعدين للقتال وانهم ياتمرون بامر الصدر. ما هو الصدر بعظمه لسانه قال اني ضد استعمال القوه، يعني هم راح يخالفون اقوال الصدر ويصرفون لوحدهم، او انهم ياخذون اوامرهم من الصدر بالتحرك، معناها الصدر تراجع عن اقواله للمره الالف كما يفعل دائما. هو هذه الناس تعودت على هذا الكلام، على الكلام الاندفاع وعلى الكلام المبالغ به، بعدين لما تحقق الحقيقة يتفرجون على الناس وعلى الشباب وهم قاعدين يقتلون بدم بارد، انقتلوا قدامهم أهلهم، قدامهم الشباب انقتلت، ما تحركوا ولا حركوا ساكن واحد. نعم، يعني هل تتوقع أن يتحركوا في المرحلة المقبلة؟ مثلاً فيما لو مضى ترشيح السوداني وبالتالي اصبح رئيس وزراء؟ انا ما اعتقد هذه، ما اعتقد راح يتحركون، ولا اعتقد هذه التقارير اللي تتحدث عن قتال بينهم. هم يعرفون، كل طرف يعرف حدوده، يعرفون وين يتقاتلون، يعرفون وين يوقفون، كل صراعهم على المناصب وعلى المكاسب. لما راح يقعدون على مائده مفاوضات، هذا احمر لك اخضر الي، راح يتقاسمون كل شيء يرجع بمكانه، ما راح يتقاتلون وما راح يتصادمون. نعم استاذ عبد الرزاق، هل تتوقع ان يكون البلد قادم او مقدم على فوضى على يد هذه الميليشيات، ام انها قادره على اللعب على الحبال بطريقه ذكيه تتقاسم فيها السلطه ولا يستطيع الصدر ان يفعل شيء في المقابل؟ لانه موقفه الاخير كان موقفا صادما لقطاعات واسعه من الشارع العراقي، انه ينسحب بهذه الطريقه، بينما كان المتوقع أن يتقدم بخطوات إضافية. سيد التيار الصدري مو واحدة بالساحة، بعدين الميليشيات الولائية مو رجال مواجهة، صدقوني قضية داعش أكذوبة،
هذول مو رجال مواجهة، لولا التحالف الدولي وضرب كل هدف متحرك وضربوا حتى الشجرة إذا تحركت وهدموا البيوت على رأس أهلها، والله هذول مو رجال مواجهة، لولا التحالف الدولي الجن الأزرق ما يقدر يدخل لا على الفلوجة ولا على غير الفلوجة. هذول أنا أعرفهم جماعتي جبناء، إذا صارت الحديدة حارة وصار القتال صدقني ما يواجهون ويعرفون هاي الحقيقة هم، لذلك هم اليوم يهددون ما التيار الصدري خرجت لهم عشائر، مو ما خرج لا سرايا السلام ولا التيار الصدري، التيار الصدري لو يريد يقاتل صدقني ياخذ الخضراء بساعات ما نقول بايام، لكن اللي طلعوا هم عبارة عن منتقمين من العشائر، انتقموا الدماء ابنائهم، وشوفوا الإطار الفارسي كيف ارتعب وكيف فكروا انه يغيرون مكاناتهم، لذلك الإطار الفارسي آخر ما يفكر بها هي المواجهة. نعم هو قد ينتحر، قد يضحي بناسه وجماعته، لأن هو يعرف كل الزين إذا تشكلت الحكومة وهو ما بها وما حصل على ضمانات على من الملاحقة أكيد هو يعرف كلهم راح مصيرهم السجون والإعدامات، لا وحتى السحل بالشوارع. الإطار الفارسي يعرف هاي الحقيقة، أنا يعني متمكن حتى من جلساتهم على الطريقة الفارسية، جلساتي اجتماعاتهم وأعرف شنو يحكون بالاجتماعات، يعرفون كل زين مصيرهم هو يا أما السجون يا أما الإعدام يا أما السحل، فلربما يخلقون فوضى، لذلك خلقون أكثر من مشكلة قريبة. وحتى البارحة الموصل قضية تحرك داعش على 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 أفراد من الموصل، وهم راحوا يعتقلون الأبرياء ويعذبون الأبرياء، وهم ثلاثة أربعة من الدواعش دخلوهم من دار وصار طفارهم ما لوالي الحشد الولائي. هاي حقائق احنا نعرفها استاذي، لان احنا وياهم وعايشين بنصهم متواصلين وياهم ونعرف حركاتهم. قد الامور تصل الى الفوضى، يحاولون يعني يوصلون الامور الى فوضى، لكن الشعب العراقي اليوم ماعي ومصمم وقادر، وباذن الله يتخلص من هذا الاطار الفارسي والحشد الولائي اللي هو هم مصالح ايران بالعراق، واللي شغله الشاغل هو كيف يبقى العراق ضعيف لصالح امريكا وصالح ايران. وهاي الامور انكشفت للشعب العراقي، ووعي الشباب العراقي اليوم صار عالي جدا، وما يصدقهم لا بعمامتهم لا بافنديهم، ما يصدقهم على الاطلاق، ولا حتى بمراجعهم بعد هماتن ما يصدق الشعب العراقي، لان شافهم وجربهم 20 عام، وحتى قبل هاي العشرين عام هو يعرفهم بايران شنو شغلهم، ناس جواسيس ناس خونه ناس قتله ناس مجرمين، هذا هو عنوانهم. انتهت الحرب الايرانيه على العراق، وبقى هذا العامل وابو مهدي المهندس وباقي الفصائل والشخصيات انا بشطعلي كنت، بقوا الى يوم الاحتلال يعبرون السلاح من شطعلي على العماره ومن باقي مناطق المنافذ الهور ويفجرون داخل العراق، واحنا بدر اول من فجر العمليات الانتحاريه، يعني يسموها عمليات استشهاديه بالتنكر اللي خطط عليه ابو مصطفى الشيباني او ابو حسن الراشد اللي زعيم الميليشيات بالبصره، اللي هذا الراشد ماكو جريمه ارتكبت بالبصره الا بعلمه، ومرات حتى تنفيذ هو يدخل بها. هذا سارق الاتصالات، وكله معروف هذا رجل اليد اليمنى لهادي العامل في سرقات الميناء وقتل وتشكيل، وهو اللي شكل افواج الموت. هذا حسن الراشد بالبصره. هاي معذرة المقاطعة فقط لم يتبقى سوى دقيقة. أستاذ مظفر، أمام كل ما تفضلتم به في هذا المحور، هل الشعب العراقي أمام فرصة الآن ثمينة في الذكرى القادمة لانطلاق ثورة تشرين، ومن الممكن أن يتجدد الحراك؟ هناك أسباب كثيرة سياسية واقتصادية، هناك دوافع يعني يومية من الممكن أن تكون سببا في حراك قوي في هذه المرحلة. نعم، هناك فرصة ثمينة أمام الشباب العراقي للتحرك في تشرين المبارك. أعتقد أني أنه التسارع الأحداث هذه الأيام لاستباق تحرك تشرين، الشباب إذا تحركوا بفكرة جديدة دعهم عن كلمة سلمية يجاهرون بالسلمية، خلي الناس تطلع بعفويتها بتخطيطها المسبق، هذه فرصة قد لا تتكرر مرة ثانية، قد تجابه بعنف من السلطة والميليشيات المتحالفة مع السلطة، لكن الآن الأنظار كلها تتجه إلى الشارع العراقي، إلى الشعب العراقي، إلى تحرك الشباب العراقي في هذه الأيام المباركة.
على عسى ولعله انه نقدر نتخلص من هذه السرطان اللي مسلط على الناس اللي مسمى حشد وحكومة وإيران وغيرها من عمليتهم السياسية القذرة، عذرا للكلمة. شكرا لك الصحفي العراقي مظفر الخميسي من أمستردام، شكرا لضيفي في الأستوديو الأستاذ عبد الرزاق الحيالي المتخصص في ملف الميليشيات، شكرا لكما. شكرا أستاذ.